السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كريزان، لاباس عليك سيدي؟ الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك. بارك الله، جمعة مباركة علينا وعليكم جميع المسلمين. يا مرحبا. يا ربي آمين. دكتور الله يخليك، أنا عندي واحد المشكل كان أعاني منه. إيه؟ المشكل أن عندي ما كنتش كنعرفه في الأول، مي من بعد ملي بقيت كندير الرقية بقيت كنبحث لقيت بأن عندي مس، عندي المس الجن العاشق. لا إله إلا الله. هذا المشكل هذا أثر عليا بزاف، وما زاد كيزيد عليا وكيتفاقم عليا وتيدير لي آلام، وما كاينش راحة لا بالنهار ولا بالليل. ما كنعرفش الناس بالليل بالنهار، ما كنعرفش الناس، ما كنعرفش نجلس بالآلام. من درجة أنني ما بقيتش كنقدر نخرج، كان خاص أي لحظة نطيح في الزنقة، ما بقيتش كنقدر نمشي عند الناس، كنغوت بالليل. أثر عليا بزاف وعييت بالرقية وعييت بالأدوية وما عرفتش أشنو غادي ندير. هذا المشكل أثر عليا حتى في حياتي العملية والشخصية، الخدمة اللي كندخل ليها ما كنطورش فيها شهر شهرين. لا إله إلا الله. وقعوا لي مشاكل، عندي مشكلة أزمة زواج، ما عنديش، ما كيش لي، ما كيكملش لي الأمر، ما كتسيسرش لي الأمور. عندي ما نكذبش عليك، عندي حريق، عندي البارح عرفتي ما طحت ليهم بالليل، ما قدرتش نفيق حتى لواحد الوقيته، واحد الأعراض ما نقدرش نوصفها لك. لا إله إلا الله. ما عرفتش أشنو غادي ندير، هادشي ولا كيأثر علي حتى نفسيا. لا إله إلا الله. ما كدبش عليك، انا في العمر ديالي 36 عام وكنشوف راسي بان حياتي مشات هكاك. لا اله الا الله. الله يشافيك ويعافيك يا رب. يا رب يشافيك. يا ربي امين. ما عرفتش بغيتك تعاوني يا دكتور، الله يخليك. يا رحمن يا رحيم. ندير. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. الله يطول عمرك يا بنتي ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك. امين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام. الله كبير سبحانه. الله كبير سبحانه وتعالى. اللهم امين. الحمد لله على كل حال. غير هو كتشوف حياتك كتمشي ما كدير والو، ما عارفاش شنو ندير، ما بغيتش نلتجأ. يعني كاين بزاف ديال الناس يقول لك لا، اي واحد تيدير رقيه، ماشي اي رقيه كتكون شرعيه 100%. مؤخرا تبعت مع واحد السيد عطاني اعشاب وداك الشيء، وكنحس داك الشيء ما كيجهل عندي. يعني بحال كيجهلوا ليا، ما عرفتش اشنو غادي ندير. الله يشافيك ويعافيك يا رب. امين يا رحمن يا رحيم. يا رب العالمين. الله يخليك يا دكتور، إذا كان ممكن تعطيني نمرة التليفون ديالك البيرسونيل بغيت نتابع معك شخصيا. واخا بنتي بإذن الله. تعاوني الله يجازيك بخير. واخا بنتي بإذن الله. مع وليداتك يا ربي آمين ويسر أمورك. واخا بنتي بإذن الله. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين يا دكتور. يا رب يا كريم. أنا غنسجل النمرة ديالك أو ندوزك الستوندار، يعطوك الرقم ديالي بإذن الله، وربي سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك ويداويك. نعم لالا نوال، انا خديت الرقم اللي نتصل بك باذن الله. لالا نوال، الله يشافيك ويعافيك. الله يجازيك بخير، وقف معايا الله يسر امورك دكتور. يا رب. غير موراني كنعاني والله الا كنعاني، عاتي مريضه بزاف. يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا كريم. شكرا لك يا بنتي نوال. امين. شكرا دكتور. الله يحفظك لالا، الله يحفظك. نوال هذه الحاله اللي عندها هي عند الكثير من الفتيات، خصوصا العنصر النسوي. العنصر الذكوري بصفة نسبية، ولكن عندنا العنصر النسوي أكثر. لماذا؟ لأن العنصر النسوي عاطفي جدا، وأحيانا يكون عرضة لمثل هذه الأمراض الغريبة جدا. هي ليست أمراض بدنية ولا أمراض نفسية ولا أمراض عقلية، هي أمراض روحية. البدن خاص بالأطباء، والنفس خاصة بالبسيكولوج، والعقل خاصة بالنيورولوج، ولكن الروح هذه خاصة بالقرآن العظيم والذكر الحكيم. هذه الأمراض الروحية كتكون سببها تسلط الجني على الإنسي، وهذا التسلط كيكون تحكم، كيحكم الإنسان وكيضبطه وكيعذبه. السؤال اللي كيطرح دائما، ماذا يريد
هذا المخلوق الغريب منا. ما يريده هو أنه يعتمد على أنه يأخذ منا واحد المادة غريبة جدا، وهي مادة رحيق الحياة. عندنا مادة اسمها رحيق الحياة في أجسامنا، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها، تعطينا الحيوية، تعطينا النضارة والجمال والحركية والقيم الإيجابية والإقبال على الحياة، اللي كتشوفه مقبل على الحياة وفرحان وكيعمل وكيخدم الرياضة والعلاقات مع الناس، راه عنده واحد المادة زائدة كتسمى هاد المادة اللي هي كتعطينا رحيق الحياة. رحيق الحياة هاد المادة كيطمع فيها الجن، غالية بالنسبة للجن، أغلى عنده من البترول، أغلى عنده من الغاز الطبيعي، أغلى عنده من الذهب، فيما كيلقاها كيبغي ياخذها. وهي فين موجودة؟ ماشي في معادن الأرض، في أجسام البشر. فكيبدا يقلب داك الجن، كيقلب شكون اللي غادي يتسلط عليه ويمص منه هاد المادة رحيق الحياة، كما تمتص النحلة رحيق الوردة. طبعا إلى لقى شي واحد قوي ومقبل على الحياة ما يقدرش عليه، كيقلب شي واحد مهموم، شي واحد مكسور، شي واحد اللي هو ظروفه صعبة. كتلقى دائما لأن اللي كيكون ظروف صعبة اش كيوقع ديك الساعة؟ الجهاز الروحي عندنا كيعود عنده بابه مشرع، باب مفتوح، فيقتحم هذا الجسد وكيدخل فيه. قد يقول قائل كيفاش غيدخل فيه؟ راه بحال الكورونا ملي كتمس واحد الإنسان كان سليم. كورونا هي لا ترى بالعين المجردة، فيروس صغير جدا. الكورونا كما ذكر الخبراء، إلا جمعنا كل هاد الفيروس اللي كان في العالم في القارات الخمس، غادي يعطينا مثل حبة أرز أو حبة قمح، يعني صغير. هو اللي دار هاد الفضيحة كلها في العالم، وملي كيتفتت لا يظهر بالعين المجردة، كيمشي مع الهواء، كيمشي مع التتاؤب، كيمشي مع العطاس. كذلك الأرواح الخبيثة هي كتكون صغيرة جدا، لأن الجن كيقدر يكبر يعود مثل ناطحة سحاب، وممكن يصغر حتى يدوز من ثقب إبرة، كيدخل في الإنسان، كيدخل من الأنف أو من الفم أو من الأذنين أو من العينين أو من البوط أو من القبل والضبور أو من ضفر الأصابع، كيدخل. وملي كيدخل كيستقر في مكان معين، غالبا كيستقر النساء في الرحم، كل اللي كيستقل في البطن كيبان لك كرشه كبيره كانها حامله، كل اللي كيمشي ليه الصدر كيعطيه دائما ضيق الصدر، مقلق متوتر، وكل اللي كيمشي ليه الدماغ كيعود عنده بحال الجنون العقلي، وكل اللي كيمشي ليه المفاصل كيركدوا عليه الركابي او يركدوا عليه اليدين، هكذا مجموعه ديال الاشياء. وخصوصا انه كيبغي ينفرد بك ويبعدك على العائله والاحباب، كتبغي ما بقى عندك ثقه في حتى واحد، ما عندك ثقه في حتى شيء، لوغو ديال الحياه ما بقاش، ديك الرغبه في الحياه انتفت. كيعود الإنسان سد عليه الباب، كيتسنى كل ليلة كيمص منه، كيبالك راه كيدبل متوقف الحياة تسير، قطار الحياة، قطار الزواج، قطار العمل، كيمشي والآخر باقي جالس بلاصتو. العلاج باش كيكون؟ العلاج راه بسيط جدا، لأن كل ما يتعلق بالجانب الديني عنده عنوان كبير اسمه البساطة والفعالية. البساطة والفعالية، أولا تعتقد بأن هذا الذي أصابك هو من قدر الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا مرض أصابك من عند الرحمن، وغنطلب الله تعالى يشافي. ثم غندير اليقين ماشي في الرقات، راه واحد الخطأ كيرتكبوه بعض النساء وبعض الناس، كيدير الأمل واليقين في الراقي، كيبان لي واحد الراقي رجل متدين باللحية وبالقميص والطاقية والسبحة وذاك الهيلمان، كيدير النية فيه خطأ، هذاك راه غير مونيتور، هذاك غير وسيلة من الوسائل. اليقين ينبغي أن يكون في الله وحده لا شريك له. وخاص ذاك الرقي أصلا لك الناجح ورباني خصو يغرس هذا المعنى في قلوب الناس، قل لهم ما تبقاش تدور على الرقات. راه المسألة بسيطة جدا، هي أنك كيعطيك هو واحد مجموعة ديال المبادئ، أنك تعتقد بأن الضر من عند الله والنفع من عند الله والشفاء كله من عند الله، كتعتقد الاعتقاد. ثم أول مبادئ الرقية ما هي؟ هي المواظبة على الوضوء. الوضوء سلاح، قال صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن. من توضى راني مسلح، وبعض المرات كنت توضى في غير وقت الصلاة، إذا أردت أن أبشر أي عمل مبارك كنت توضى، خرجت من بيتي نخرج متوضئ، بغيت نعس في الليل نعس متوضئ، فأنا متسلح. ثم أحافظ على الصلاة بالخشوع والطمأنينة مع الجماعة
في بيوت الله على قدر ما أستطيع. هذيك راه أعظم رقية، الصلاة في وقتها أعظم رقية. ثم عقب كل صلاة غندير الباقيات الصالحات، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم بعد ذلك يكون عندي اتصال مباشر بالقرآن العظيم، كلام الله ديما نشدو بنيدية، ماشي نخلي الناس يقرأوا عليا، لا نشدو أنا بنيدي وأنظر إلى صفحته المباركة وأقرأ ما تيسر وخاء تتعتع لي أجران. نقرأ القرآن الكريم، لأنك لما تمسك بكتاب الله في يديك فإن اعلم بأن صفة من صفات الخالق بين يديك، وأنه يعطيك المدد ويعطيك النور ويعطيك القوة ويعطيك الإيجابية. ثم احرص على أنك تتطيب بعد الاغتسال، أن تتطيب، لأن الطيب خصوصا الطيب الذي هو بحل المسك بحل العود، لا الطيب الجميل الطبيعي، لأن الأرواح الخبيثة ترفض ترفض دوما هذا الطيب السيء. ثم بعد ذلك الإنسان يحرص على أنه يصاحب الناس صحبة طيبة، يصاحب الناس صحبة طيبة، ويحرص على أنه يكون إيجابي في المجتمع، لأن إبليس كيحاول ما أمكن أنه يبعدك على الأحباب وعلى المقربين، ومن ثم كيخليك دائما في وضعية العزلة، إياك والعزلة والإنعزال، حاول ما أمكن تكون دائما مع الجماعة، لأن الجماعة كتعطيك واحد الفرحة واحد السرور واحد البهجة والحبور، وغتقنع نفسك بأنك لم تعد مصابا، وأن ذاك المخلوق راهو ضعيف جدا، هذا المخلوق إنما هو مجرد مخلوق ضعيف، وانت مخلوق أعظم منه، انت الأكرم. وغتحرص دوما أنك تصلي على النبي الكريم، أعظم سلاح ممكن أن تعالج به الأمراض الروحية من السحر ومن العين ومن المس الشيطاني، وهو أكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله. الصلاة على النبي كثر منها، وأكثر من الصلاة على رسول الله، وصل على النبي وأنت فرحان، فرحان، لأن ربك يزرع فيك الفرحة وكيزرع فيك البهجة وكيزرع فيك السرور، لأنك عندك رب عظيم وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ربك يعطيك الخير والبركة والتسير بالصلاة على النبي. فأنا أدعو الجميع الأحباب الكرام في هذه اللحظة، بغيتكم جميعا تفرحوا، تفرحوا بأن الله تعالى اسمه الرحمن الرحيم، وتفرحوا بأن الله تعالى أعطانا النبي وأعطاه الشفاعة وجعل الصلاة عليه شفاء من الأمراض والأسقام. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قولوا آمين آمين آمين، وصلوا على رسول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.